السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة من جديد وفي فيديو جديدة. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يحفظنا ويحفظكم من هاد الوباء والمرض ان شاء الله يا ربي. اللهم ارفع عنا البلاء والمرض يا ربي، بإذنك وبمشيئتك وبقدرتك يا رب العالمين. المهم اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم البسبوسة ببيضة واحدة فقط، كتجي سريعة وكتجي ناجحة 100%. عندنا هنا في المكونات غنحتاج إلى بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، كأس من الزيت وإلا ربع كأس من السكر حبيبات إلا ربع، وكأس من الحليب. عندنا كذلك ملعقة من قشر البرتقال، وعندي كأس كبير من الفرينة أو ما يسمى عندي هنا السميد الناعم والسميد الرقيق، وخمر واحدة للحلويات. دونك هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد البسبوسة ان شاء الله. اول حاجة غادي ناخدو اناء، انا غنخلط في اناء عادي الخلاط يدوي. غادي نوضع بيضة، من الافضل انها تكون بدرجة حرارة المطبخ باش ينجح معاكم الكيك. عندي كأس ديال السكر حبيبات، غادي نسم بقشر ديال البرتقال، ملعقة كبيرة مملوءة ديال قشور البرتقال. غادي نخدم هاد المكونات جيدا، وصافي غادي نضيف الزيت. من الافضل تخلطوا جيدا حتى يبان لكم يعني اللون ديال الخليط تبدل تماما، يعني فاش غتضيفوا الزيت غادي تخلطوا مزيان. غنحاول نخدم الخليط ديالي مزيان حتى نحصل على اللون ديالي تغير كما قلت لكم، يعني يكون اللون ديالو ابيض. وصافي غنضيف باقي المكونات بالتدريج. بهذه الطريقه كما قلت لكم ممكن تستعينوا بالخلاط الكهربائي او تكتفيوا فقط بهكايا الخلاط اليدوي. صراحة كتجي بسبوسة ناجحة 100%، رائعة جدا. خاصكم غير تتبعوا المراحل والمكونات كذلك بالتفصيل. وصافي من بعد غنضيف الكأس ديال الحليب، وغنعاود نخلط الخليط ديالي جيدا. وصافي غادي نضيف بالنسبه للسميد كما قلت لكم، هذا السميد اللي كنستعملوه في المقروط وفي الحرشه وفي كذلك في البغرير، يعني السميد الناعم راه معروف. غادي نضيف غنعبر بالملعقه، واحد جوج ثلاثه ديال المعالق كبار، اربعه تقريبا. غادي هذه الكميه فقط اللي غادي تكفيني، تقريبا سته ديال المعالق كبار ديال السميد. وغادي نضيف كذلك الخميره، ما غنضيف السميد ديالي بالتدريج حتى نحصل على عجينه يعني اللي يعني على الخليط اللي بغيت، على القوام اللي بغيت، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش جارع عاوتاني بزاف. وبالنسبه للخميره عندي هنا ديال 11 غرام كما كتشوفوا البنات، غادي تستعملوا نتوما جوج ديال 7 غرام بالنسبه للبنات اللي كاين في المغرب. صافي كما كتشوفوا راه هاد النوع يعني هاد السميد راه دغيا كيتشرب الخليط، حيت السميده دغيا يعني كتشرب. وصافي راني كملت الكميه اللي عندي هنا، خمسة ديال المعالق كبار غير مملوئين بزاف ديال السميد الناعم، ولا عبرتوا راه غيخرج لكم كأس مملوء ديال السميده رقيقه. دائما كأس اللي كنستعمل في البسبوسه. بالنسبه لهاد يعني المقادير متوسطه، انا استعملت بيضه فقط ولكن خرجت لي كيكه بحجم كبير يعني بحجم عائلي كبير. غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي يجي ان شاء الله. صافي كنحاول نخلط جيدا هاد المكونات، انا بقات لي هنا تقريبا ملعقه، تقريبا ملعقه اللي بقات لي من الدقيق اولا من
السميد الناعم اللي عندي هنا وصافي. كنظن الخليط ديالي راه يعني هو هذاك. عندي هنا بالنسبه للمول او الاناء اللي غندخل الفران، عندي هنا ديجا دهنته بالقليل من الزيت او الزبده على حسب الاختيار، ورشيته بالسميد الناعم. ضروري ترشو بالنسبه للبسبوسه، ترشو بالسميد الناعم ماشي الدقيق، وصافي كنخوي الخليط ديالي بهذه الطريقه. صافي كنحاول نقد الخليط داخل المول. وصافي بالنسبه للطياب ديالها انا غندخلها الفران على درجه الحراره تكون، يعني انا ديجا راه سخنت الفران عاد باش غادي باش خويت الخليط ديالي هنا، راني ديجا سخنت الفران ديجا شعلته باش يسخن ليا مزيان عاد باش ندخل البسبوسه ديالي، حيت هذا ايضا بين الاسرار ديال البسبوسه الا بغيتو تنجح ليكم، حيت السميده كطلب شويه الوقت ماشي بحال الدقيق او الفرينه، يعني دغيا كيطيب، اما السميد الناعم يعني كيطلب شويه الوقت. دونك تشعلوا الفران قبل من التحت حتى تحمر لكم، يعني حتى تطيب لكم من التحت وتحمر لكم من الفوق عاد باش تخرجوها. غادي نحضر معكم السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. هذا السيرو زوين زوين بزاف البنات، واحد النكهه روعه روعه جدا. عندي هنا قطع من البرتقال او الليمون البرتقال، عندي هنا نكهة زهرات البرتقال، وضفت كذلك ربع كأس ديال سنيدة. بالنسبة للسكر حبيبات هنا استعملت سكر بني. غادي نضيف جوج معالق كبار ديال نكهة زهرات البرتقال، صراحة النكهة ديالها زوينة بزاف. أولا استعملوا مزهر بحال بحال. عندي كأس صغير ديال الماء، هادشي اللي غنحضروا به السيرو ديالنا. صافي غنضيف الماء وغادي نحركو نديرو فوق النار حتى يغلي ليا مزيان عاد باش غنحيدو. بالنسبه للسكر كما قلت لكم ما كملاش نصف كاس، يعني ربع كاس ديال السكر سنيده وصافي. ها هي البسبوسه ديالي بعد ما خرجتها، جات روعه روعه جدا وجات محمره ومذهبه. عندي السيرو ديالي راه جاهز وغادي نحاول نثقبها ب ان كوردون او لاي حاجه بحال هكا باش يدخل لينا كاع السيرو اللي غنخويو فوق منها لداخل بهذه الطريقه. انا استعملت هذا ديال البغيوش، ممكن ديرو غير الكوردو وصافي. حتى كنتقبها كامله من الوسط والجوانب وغادي نبدا نخوي السيرو ديالي نسقي به البسبوسه بهذا الشكل حتى كنخويه كامل. صراحة هاد السيرو المذاق ديالو زوين زوين بزاف، وحتى كذلك الريحة ما نعاودش لكم واحد الريحة ديال مع استعملنا فيه قطع ديال الليمون زائد نكهة ديال البرتقال وصافي. وبالنسبه للتزيين لكم الاختيار، ممكن تستعملوا اي حاجه للتزيين. صافي بعد ما كتشرب هذا السيرو كتولي رطبه 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 اكثر من الاول، كتجي مسقيه. ضروري من هذه المرحله في البسبوسه باش تجيكم زوينه بزاف، ضروري ما تسقيوها بالسيرو. وصافي دابا غادي نحاول ندير ليها شويه ديال العسل من الفوق. هذه حتى هي هذا هو حتى هو سر باش تجي زوينه. كنضيف العسل من الفوق هكايا على داك السيرو، كتجي معلكه. المهم لكم الاختيار الا بغيتو تضيفوا العسل الا بغيتوش ما تضيفوش. انا كندير هذه الطريقه وكتجي بنينه بزاف. يعني باقا في الاناء ديالها، باقي ما حيدتهاش من الاناء، يعني قديتها في الاناء اللي طابت فيه يعني في المول
بالنسبه للتزيين، انا هنا رشيت شويه ديال اللوز محكوك، بودره اللوز او نواه كوكو، اي حاجه عندكم، حيت ما كنحبش انا الكوك وفضلت انا نستعمل هاد اللوز هذا. تقريبا نفس الحاجه، لكم الاختيار، ممكن تستعملوا اي حاجه في التزيين. وصافي، هكا كتجي البسبوسة ديالنا. وصافي، انا غنحاول نقطع معاكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل.